نظم العشرات من أبناء مدينة إب اليوم مسيرة للمطالبة بإخراج المسلحين من المدينة، المسيرة التي أطلق عليها مسيرة الورد، وحمل خلالها المشاركون الورود طالبة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها في إخراج المسلحين من المدينة. كما نفذ المشاركون في المسيرة التي وصلت إلى مبنى المحافظة وقفة احتجاجية رددوا خلالها شعارات تؤكد حملهم للورود للبارود، في إشارة إلى انتشار المسلحين في شوارع المدينة، مناشدين السلطة المحلية بفرض سيطرتها وإعادة الأمن إلى محافظة إب.